مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم في موضوع جديد ندردشوا فيه الجميع. أكيد أنه هذا العام عام استثنائي اللي مرينا منه، وتجربة أيضا استثنائية لا بالنسبة لجيلنا ولا الجيل اللي قبل منا. عمرنا ما عشنا تجربة الوباء والتطورات ديالو واش ممكن يوقع. يمكن نكونوا اليوم احنا في مرحلة حاسمة، مرحلة انتقالية من الفيروس للقاح ضد الفيروس. هذه الرحلة هذه ما بين تعرض الناس للإصابة وما بين إيجاد اللقاح عفات مجموعة من الإشاعات، وكانت جملة كبيرة من التخوفات عند الناس. ولكن اليوم جينا باش نطرحوا النقاش بمستوى علمي، ناخذوا المعلومة ونفهموا شنو واقع بطريقة علمية ومضمونة، ونتمنى إن شاء الله الخير في القادم. ولهذا الغرض كان صدف معايا البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، وهو مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط وعضو اللجنة العلمية الوطنية كوفيد 19. مساء النور بروفيسور. مساء النور أستاذة سكينة، وشكرا على الاستضافة. شكرا. شكرا جزيلا على قبولكم الدعوة، واستثناء برنامج الواقع هو هذا لأول مرة يكون معنا ضيف واحد، لأنه أكيد أنه النقاش مطول وكاين أسئلة كثيرة. بداية بروفيسور، بغينا نعرفوا اشنا هو اللقاح اللي تلقى ضد كوفيد، لانه الكلام كثير والاسئله كثيره، قربنا اكثر من الصوره العلميه. واولا هذا كنظن سؤال مهم جدا، وهذه الاستضافه لشخص واحد تمكنني غير باش ناخذ شويه الوقت باش نشرح بما فيه الكفايه. اذا غير باش نعرفوا السؤال اللي كيطرح هو التعريف باللقاح. اللقاح هو اللي بغينا نقولوا واحد المموه، كناخذوا واحد الجزء من الفيروس ولا جزء من البكتيريا ونموه، ولا كنخدع الجسد بحال كيظن بانه يرى الفيروس وكيعمل جميع الميكانيزمات لمواجهه الفيروس هذا، واللي كيمكن الجسد بالاحتفاظ بهذه الميكانيزمات هذه اللي معروفه كيعرفوها بزاف الناس، هي تطوير الاجسام المضاده وانتاجها. كاينه ميكانيزمات ديال الخلايا ديال الذاكره، هذه الميكانيزمات هذه كتكون عند الجسد، وملي كيجي الفيروس الحقيقي كيكون الجسد مستعد ويمكن ان يحاربه بسلاسة وبطراقة زعما مهمة. الشيء الثاني هو أنه هذا اللقاح اللي كنستعملوه غالبا كنستعملوه باش كتكون الأعراض الجانبية ديالو قليلة مقارنة مع الفيروس، لأن الفيروس كيعرف الإنسان اللي كيتعرض له غالبا كيطور المرض، بينما ملي كيكون اللقاح هذا جانب الإيجابي ديالو، الإنسان لا يطور المرض. إذا من هذا التعريف تفهموا، إذا غير بغيت نبسط، إذا لا بغينا نموهو شي واحد، هذا المموه ديالنا خصو يشبه الفيروس، ضروري خصو يشبه الفيروس. إذا كاين تقنيات متعددة تمكن من ذلك. التقنية اللي ساهلة مثلا واللي معروفة مثلا في أنواع أخرى، هي كتاخذ داك الفيروس وكتبقى دير الزرع ديالو حتى كيفقد الشراسة ديالو تماما، كيكون فيروس حي، وكتعطيه للجسد، ومن بعد الجسد كياخذ ديك الجرعة وكيدير كينتج هاد الأجسام المضادة، ولكن بلا ما كيطور المرض. هذا كنستعملوه بزاف ديال التقنيات، بوليو مثلا، ما عادش هذا الاكزامبل، هذا المثال ديال البوليو لانه شيء مهم، كنستعملوه في اللقاح ديال البوليو اللي الانسان كيستعمل دائما. كاينه الطريقه الثانيه بطبيعه الحال، كتقول هذه المنصه هذه كتعتمد على شنو، كناخذوا الفيروس وكنقتلوه. علاش؟ لانه الفيروس التقنيه الاولى كيبقى دائما واحد القدره ديال الفيروس بما انه حي يطور الشراسه ديالو، ولا درناه كلقاح يمكن يؤدي الى المرض. اذا التقنيه الثانيه كتقول لا، نقتلوا الفيروس نهائيا، ويبقاو لنا ما تبقى من البروتينات ديالو كنستعملوها وكنعرضوها على الجسد، والجسد يتعرف عليها، ومن خلال التعرف عليها كيمكن يدير عاوتاني الميكانيزمات ديال المناعه. الشيء الثالث هو اللي كيتسمى الناقلات. اذا شنو كنديروا؟ الناقلات الفيروسيه، كناخذوا واحد الفيروس الجسد ديالنا ما كيمرضش منه بحال الزادينو فيروس، هاد الناقلات كناخذهم كناخذوا غير طريف واحد من الفيروس اللي كنبغيو نديروا اللقاح ضده، كيتسمى المستضاد اونتيجين، كناخذوه وكنديروا. اذا ملي كندخلوه للجسد عاوتاني الجسد كيتعرف غير على ديك الطريف بوحدو وكيدير الاجسام المضاده. كاين التقنيه المتطوره جدا هذه اللي سمع عليها كلشي، هو كتاخذ ما يسمى بلايرين، الحمض الريبوزي، اللي هو غير واحد الشفره معينه صغيره ديال واحد البروتين اللي موجود على الراس ديال هذا الفيروس، وكتدخلها للجسد، والجسد كيطور البروتين، كيدير المستضاد، وكيجي موراه ذلك الاجسام المضاده. اذا هذه اربعه التقنيات اللي مشهورين، ولكن التقنيه اللي فيها السلامه والامان بزاف
هي هذه اللي مستعمله عند سينوفارم، اللي هو اللقاح اللي اختاره المغرب، وهو واحد تقنيه كلاسيكيه معروفه جدا. بطبيعه الحال كاين اسئله كثيره بروفيسور ابراهيمي، ولكن بغيو نعرفوا شنو هي المكونات ديال اللقاح اللي دابا غادي بطبيعه الحال ينطلق في المغرب ضد كوفيد 19، لانه بزاف الناس كيقول لا اللقاح يمكن فيه الفيروس فيه كذا، لا انا خايف منه ما نقدرش نديرو الى غير ذلك. نبغيو نتعرفوا على المكونات ديال اللقاح. بالضبط، هذا شيء مهم. هذا السؤال هذا اللي كيطرحوه العامه ياك هو اللي كيطرحوه الادارات اللي كتعطي التراخيص. اذا ملي كنجي نطور هذا اللقاح ديال سينوفارم اللي هو كيهضر عليه الجميع، انا كنحب نقولوا سينوفارم. علاش؟ لان الصين عندها 4 ديال الشركات كيطوروا لقاحات، وعندها اكثر من 5 اللقاحات في المرحله النهائيه. اذا حنا كنقولوا ترى بغينا نكونوا دقيقين، كاينه سينوفارم عندها 2 شركات، عندها شركه واحده في يوهان وعندها شركه في بيجين. اذا حنا ديال سي ان بي جي هو ديال السونتر ديال البيوتكنولوجي ديال بكين، هو اللي دار واحد الشراكه مع سينوفارم باش طور هذا اللقاح. هذا اللقاح هذا هو لقاح ما يسمى بلقاح ديال الفيروس معطل او معطب ميت، اذا كنقتلوه. اذا هنا داك السؤال اللي كيطرحوه الناس، واش عطاونا الفيروس ولا لا، غير موجود. لان اول عمليه كتقوم بها ملي كتقول كتقترح هذا النوع من اللقاحات، كيقول لك حبس، ثبت لي بان هذا الفيروس غير موجود عند الخلايا. كتستعمل الخلايا وتستعمل الحيوانات، على الاقل 2 الانواع ديال الحيوانات في سينوفارم، 6 الحيوانات تستعمل باش كتبين بان لا اثر للفيروس قبل ما تجي عند بنادم، ما كنهضروش. اذا هذا الشيء هذا في هذا اللقاح من هذا النوع هذا، السؤال الاساسي كيقول هل هناك بقيه للفيروس يمكن ان تؤدي الى المرض. اذا الشركه من الاول كتتم هذه العمليه باش كتضبط هذه القضيه هذه. اذا غير باش نحي تماما هذه القصه، الا كان الفيروس مثلا فقد الشراسه ديالو كيتسمى اتينوي، هذا كيبقى ديك السؤال دائما، لان الفيروس يقدر مثلا نوعا ما، رغم انه لقاح البوليو مستعمل. من السينوفارم باش نكونوا واضحين، كاين المغرب اشترى ومن اجل التنويع اللقاح ديالو نوعين من اللقاحات اللي عندهم شراكه، عنده سينوفارم بالكلاسيكي لما يسمى الفيروس المعطل، والشيء الثاني هو اللي شرا استرازينيكا اللي عنده ناقلات الفيروس اللي كتسمى لادينو فيروس، وهذه التقنيه هي مستعمله جدا في اللقاحات. اذا غير باش نرجعوا الصيني، وغير باش ما خصناش نخبيو على الناس، دابا الناس كيقولوا صيني حيت تقديحا في الصين، رغم اننا هذه الصراحه علاش ما خصناش نكذبوا، حنا علاش كنقولوا صيني؟ لانه في المفهوم ديالنا الشعبي ديالنا بانه ما ياتي من الشرق ولا سيما من الصين ربما المستوى والجوده ديالو قليله، وهذا ماشي صحيح لسبب بسيط، لان كندعي اي الناس انهم يقلبوا على الشركه ديال سينوفارم. شركه سينوفارم شركه عملاقه في ميدان اللقاحات، لها الملايير من اللقاحات التي انتجت، والتقنيه التي استعملت هي استعمله التقنيه هذه. علاش استعملت؟ لان هذه الشركه هذه عندها منصات، طورت كثير من المنصات تمكنها من تطوير هذه اللقاحات. والثاني الشيء الثاني الناس اللي كيتناساوه هو انتاج العدد كبير ملايين الجرعات، وهنا غير شركات معينه اللي يمكن لها تقوم بذلك. نعم بروفيسور، يعني في هذه النقطه بالضبط اللي شرتي لها واللي هي مهمه بزاف باش نفسروا الناس ونبسطوا لهم اكثر علاقتنا باللقاح، كاين بعض الناس اللي طرحوا سؤال كيقول لك ما يمكنش اللقاح باش يكون اكثر نجاعه، كيخصو على الاقل 10 سنوات من الاختبار الى غير ذلك، واللقاح اليوم هو في المرحله السريريه رقم 3، اذا مازال تحت الاختبار، مازال يمكن يخرجوا مفاجات. فكثير من الناس مشاو الاتجاه ديال انه ربما احنا غنعيشوا المرحله التجريبيه الثالثه، فكيفاش نقدروا نجاوبهم؟ خاصة وأننا كنا في مواجهة وباء كندبزوا مع الوقت، أو العالم كيدبز مع الوقت باش يتجبر الحل. فجوابا على الناس اللي كيقولوا بأنه اللقاح لا راه مازال يمكن في المرحلة السريرية رقم 3. إذا غير باش نأكد هذه الهضرة اللي كيقولوا الناس، هو أنه اللقاحات أسرع لقاح وجد ولا طور في 4 سنوات، ولكن طور من المراحل الأولى ديالو، بينما احنا جميع اللقاحات اللي وصلت للمرحله الثالثه والمراحل الاخيره واللي هي 12، هذه اللقاحات كل المنصات ديالها كانت جاهزه لتطوير لقاحات اخرى ولا تطوير لقاح من نفس العائله. ما نساوش مثلا نرجعوا للقاح ديال سينوفارم، هو ان الصين شافت كانت عندها الفيروس ديال الكوف 1 اللي مر في 2003، اذا المنصات لتطوير لقاحات ضد الكوف 1 كانت موجوده، اذا ماشي عاد اضطرينا باش نفكروا فيها.
نهضروا حتى على موديرنا. موديرنا الناس اللي طورت هذه التقنيه الكبيره جدا، ولا الناس كيهضروا على بيونتك، كانت عندهم منصه واجده. شنو التم ديالهم؟ غير من بعد التعرف على السبب، السبب الممرض اللي هو الفيروس، خدينا ودخلنا في هذاك القالب، لا بغينا نسميوه بالدارجه هكا. اذا كان عندنا كل شيء مروض، غير دخلناه، هذا باش ربحنا الوقت. ربحنا الوقت كذلك لانه التقنيه تطورت كثيرا، لانه في ظرف اسبوع واحد تمكنا من حل شفرات الفيروس. اذا نهار المرض المره الاولى في سيمانه واحده في 24 دجنبر، احنا قربنا على عام 24 دجنبر، نشر الشفره الكامله للفيروس. بعد ما تمكن الشفره، اذا تعرفنا بان 99% ديالو هو مطابق للفيروس ديال كوف ان اللي ظهر في الصين، ومطابق كذلك للمارس اللي هو فيروس اللي ظهر في العربيه السعوديه في 2012. اذا كان عندنا المعلومات كامله واحد التراكم معرفي اللي درناه. الشيء الثاني اللي مهم في هذه القضيه هذه هو انه عندنا امكانيات ضم المرحلتين، المرحله الاولى والمرحله الثانيه، كان امكاننا نضموها وكثير، وهذه توصيه ديال منظمه الصحه العالميه، تمكننا. اذا ربحنا الوقت. الشيء الثالث والمهم، بزاف ديال الوقت كيمشي ملي كتطور شي دواء ولا لقاح، هو ما يسمى بلوفي ديفون، هو جمع الفلوس. اذا باش تطور اللقاح خصك ميزانيه كبيره، هذا لم يكن موجودا في هذه المشكله هذه، لان الولايات المتحده الامريكيه والمجموعه الاوروبيه واليابان والصين الملايير من الدولارات اعطيت لشركات خاصه. والغريب في الامر ان الولايات المتحده الامريكيه اول مره في التاريخ الدوله المركزيه والسلطه المركزيه اعطت فلوس ديال المواطنين لشركات خاصه. اذا غير في الولايات المتحده الامريكيه موديرنا وفايزر خدوا اكثر من 12 مليار ديال الدولار لتطوير هذا اللقاح هذا. اذا ما كانش عندنا مشكل. اذا ملي كتشوف هذا كتجمعه، كتجبر بانه كاينه واحد شيء منطقي كيفاش هذه القضيه هذه تطورت. رغم ذلك سهلات المأمورية باش نوصلوا للنتيجة. النتيجة، إذا أنا كنتفق مع الجمهور العريض بأنه أنا كنشوفه من الجانب الإيجابي، أنه نصر كبير للبشرية، أنه إمكانية تطوير لقاح في عام واحد. أنا لم أكن أظن في بداية الأزمة أننا سنتمكن من ذلك. أنا كنت كنقول إذا درنا في 18 شهر ولا عامين راه ممتاز، ولكن ملي كتشوف هذه القضية هذه كل هذه الأمور سهلت القضية. الشيء الثاني اللي خصنا نتأكدوا منه بأن هذه الإدارات ديال الأدوية كلها بدات في مواكبه تطوير هذه اللقاحات، ماشي تجاو طلبوا التراخيص، لا، حيت كنسمعوا مثلا جات فايزر وحطت الملف ديالها عند الحكومه البريطانيه، وبعد يومين قالوا وافقنا على ذلك في ترخيص استثنائي. لا، راه كانت مواكبه من الاول، من البدايه، من المراحل قبل السريريه، المرحله الاولى والثانيه والثالثه، كتكون اش كيقول هذه الاداره الادويه متابعه لذلك. علاش ملي كيجي في الاخر وكيتحط الملف هما عارفين الملف كامل، لان شافوه عام وما كيشوفوا هذا الملف، يتم الترخيص لذلك. اللي كنتفق مع الناس وهذا شيء طبيعي بانه خصنا واحد المده باش نعرفوا مثلا النجاعه والفعاليه ديال اللقاح، وهذا بطبيعة الحال عندنا واحد المدة قصيرة لحد الآن ديال 3 شهور. ولكن غير بغيت نطمئن بأن جميع اللقاحات اللي خرجت لحد الآن إلا كانت كتبان فاسدة وغير صالحة كتبان في 3 شهور هذه الأولانية، من بعد ذلك كتكون واحد المدة كلها كتبان الصلاحية ديالها. مي هو داك السؤال كيبقى مطروح، ولكن أنا كنطرح البديل. البديل شنو هو؟ نتسناو تتكمل هاد التجارب السريرية الكاملة ياك، وحنا نواجهوا الفيروس ونجازفوا براسنا ونجازفوا في اخواننا وولادنا والاجداد ديالنا والاباء ديالنا. اذا هنا شنو كدير منظمه الصحه العالميه؟ كتكون المنفعه والضرر، البينيفيس والريسك. ومنظمه الصحه العالميه هي اللي قررت بانه تعطي الاحقيه لجميع الدول من خلال الاداره ديال الادويه ديالها باش يعطي ما يسمى بالترخيص الاستعجالي او الطوارئ، هو الذي اللي كيتعطى. راه ماشي ترخيص نهائي، وانما هو ترخيص ديال استعجالي وطارئ، هذا اللي عاد يكون في جميع الدول اللي عاد تقوم به، واللي كتعطيه كل دوله. هو قرار سيادي ليس بقرار ديال منظمه الصحه العالميه. اذا الصحه العالميه عطات توصيات، كل دوله عاد يجيها الملف، وكل دوله عاد تقرر ذاتها باش تعطي القرار الترخيص للطوارئ. وكاينه المرحله الرابعه اللي ما كيتذكروش عليها الناس، وهي ما يسمى باليقظه الدوائيه. هذه اليقظه الدوائيه هي كنشوفوا هاد الدواء اللي كنعطيوه الملايين ديال الاشخاص كيفاش كتكون القضيه فيه، واش هناك اعراض جانبيه خطيره. لكانت اعراض جانبيه يمكن ان نفسرها تبارك الله، اذا تبين بان هذه الاعراض الجانبيه لا يمكن تفسيرها ويمكن ان ترد الى اللقاح ولا الدواء على العموم،
كنحبسوا الدواء ولا كنحبسوا اللقاح. ولكن في هذه الحالة يعني بروفيسور بالنسبة لكم إلى حدود الآن التجارب تثبت بأنه المسائل غدا في اتجاه السليم والصحيح. هذا حنا درنا جوج، حنا بنا كنهضر على المغرب باش نبداو على المغرب، حنا بغينا نهضروا على المغرب حتى انا ما بغيش نقد الانسانيه، كاين الناس على قدر الانسان. كنتكلموا على كنتكلموا على المغرب. على المغرب، حنا المغرب كان عندنا جوج الاشياء مهمه كنا بغينا في المقاربه الاستباقيه، واللي كنقولها بكل صراحه وبكل الاخر هو انه كان الانخراط الشخصي صاحب جلاله في هذه المقاربه هذه، هو قلنا خصنا يجيو اللقاحات يكون عندنا حنا حتى اللقاحات نشريوه. اذا حنا فكرنا في شهر يونيو ويوليوز باش نشريو اللقاح، شرينا هذيك الوقت. لا تصوري معنا كون ما كنا شرينا هذا باش كانوا يقولوا لنا المغاربه يقولوا ما كتهتموش وما شريتوناش اللقاحات. اذا هذه القضيه عقبنا بها. الشيء الثاني قلنا ما نشريو حتى لقاح ولا نشريو اللقاح هذاك اللي كان مطروح ديال شركه سينوفارم، ولكن بغينا نجربوه في المغاربه باش ما يقولوا لنا المغاربه لا كتجيبوا لنا شي لقاح مجربينه ناس اخرين وحنايا ما عارفينوش عاد يدير لنا. اذا قامت بواحد التجربه سريريه في المغرب، هذه التجربه سريه في المغرب على 600 ديال الاشخاص اللي كانت النتائج ديالها ممتازه جدا، بينت بان المغاربه هذه 600 ديال الاشخاص طوروا الاجسام المضاده باعراض جانبيه قليله. كيجيو المغاربه كيقولوا مره اخرى وانتم جربتوا على 600 ديال الناس وكيفاش لا. لا، الملف ديال سينوفارم فيه 6 ديال الدول، النتائج ديال 6 دول ماشي غير ديال المغرب، في نتائج ديال المغرب، في نتائج ديال الصين، في نتائج ديال البحرين، في نتائج ديال الامارات، في نتائج ديال بيرو، في نتائج ديال الارجنتين. اذا جا واحد الملف وفقط التوضيح ربما اللي كان طرح ضجه بالنسبه للحاله اللي كانت يعني وقعت لها مضاعفات في البرازيل، وبزاف الناس اللي نسبوها اللقاح اللي يعني قام المغرب بالاقتناء ديالو. عاود مره اخرى كانوا خرجوا بوصف بانه ماشي اللقاح اللي خدا المغرب هذاك، هذاك لقاح اخر، ولكن بقات دائما الشائعه ديال انه لا راه كاينه اعراض جانبيه وما بغاوش يقولوها لينا. لا، دابا حنا كنهضروا ما هو علمي، حنا في اللجنه العلميه عرضت النتائج ديال في المغرب ديال 600 شخص، كانت نتائج ممتازه للغايه. هذاك ديال البرازيل اولا كاين اي واحد اللي عنده الادوات التمحيصيه، وحنا بغينا نعطي الادوات التمحيصيه للجمهور العربي حتى هو يقبضات، وكان غير قلب وطابا في جوجل البرازيل الموت ديال الشخص كوفيد تجارب سريريه، كان عيتبين ليه بان الشركه سميتها سينوفاك وهي شركه سينوفاك اخرى ما عندها حتى علاقه بسينوفارم، لان ثلاثه الشركات الكبار ولا اربعه اللي كاينين في الصين الشعبيه كاين سينوفاك، كان سينو، سينوفارم بيكين، وسينوفارم يوهان. اذا وهذاك السيد هذاك اللي توفى في البرازيل، هذاك ملي رجعنا علاش كتوقف؟ لانه الموت ما كايناش في دفتر التحملات ديال الاعراض الجانبيه للتجارب السريريه. ملي كتدير التجارب السريريه كتقول لهم هالاعراض الجانبيه التي انتظروها. اذا ملي كيكون الموت راه ما داخلش. اذا البرازيل وقفوا وتبين بعد ذلك شنو اللي وقع، انا ذاك السيد انتحر، لا علاقه له بالتجارب السريريه. اذا بعد يوم واحد استعنفت التجارب السريريه ديال سينوفاك ماشي ديال سينوفاك، لان هاد الناس باش تعرف هاد المنظومه الصحيه ولا هاد المنظومه ديال التراخيص ولا القوانين. قالوا الناس دابا لا راه ما انتحرش، المهم راه ماشي الشركه اللي جات للمغرب، لان واحد ما كنبقاش على ديك لا اللي ما بقاتش. ماشي هذاك اللقاح اللي جابو المغرب. راه ماشي هذاك اللقاح اللي جابو المغرب، هذا اللقاح ديال المغرب وتقنيه اخرى. سينوفاك عندها تقنيه اخرى ديال الناقلات اللي هي بحال الاسترازينيكا وليست متشابهه مع ديال سينوفارم. اذا غير ما علاش كنوضحوا هذا الشيء هذا، لانه انا كان جاتنا فرصه بايجابيه كبيره ان ندير واحد التحسيس العلمي والتحسيس الصحي اللي كنت ديما كنحلم به انا نديره في المغرب. وانا زعما سعيد جدا بان المغربي جالس في القهوه كيقول المرحله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، ولكن ما يؤسفنا عرفتي شنو هو استاذ؟ هو ان هذا السيد هذا وكيمشي يشري اسبرو 500 من الحانوت، وكيشري كالمانطي من الحانوت، وكاينه في مناطق معينه في المغرب كيشريو الدواء كونتروفونت اللي ما كيعرفوا لا المصدر ديالو ولا من يجا لا على من جرب لا توس. اذا حنا بغينا نقولوا هذه مناسبه لنا باش حتى التوعيه الصحيه اللي كنديروها تفيدنا في المستقبل ملي يكونوا التطبيب ديالنا. ما هو لحد الان ردا على السؤال ديالك، جميع التجارب ديال سينوفارم اثبتت الفعاليه ديالها، الامان ديالها، والجوده ديال التصنيع ديالها. زياده على ذلك، اللقاح الوحيد في العالم الذي اصدرت له ثلاث تراخيص استعجاليه هو سينوفارم، رخص له استثنائيا والطوارئ في الصين، في الامارات العربيه المتحده والبحر.
استاذ نمشيو لسؤال اخر. اللقاح كيف ما عرفنا جميع بانه الناس اللي غيستافدوا منه اكثر من 18 سنه، وعلى الارجح الناس اللي في الصفوف الاماميه يعني الاطر الطبيه، السلطات المحليه، الامن الوطني لغير ذلك، وسيستفيد منه ايضا الناس اللي كبار في السن، وغيجي هذا الشيء بتدرج، يعني اللقاح غيكون بتدرج عبر جرعتين، جرعه غتخاد في اليوم الاول وجرعه من بعد 20 يوم. اذا علاش تم هذا القرار هذا ديال انه الناس اللي غياخذوا اللقاح اكثر من 18 سنه وهيكون ترتيب او تراتبيه بهذا الشكل هذا؟ لانه كاينه بعض الناس اللي قال لك لا، واحد الناس الكبار ماشي مشكل، يقدروا انه تبان عليهم الاعراض الجانبيه الى غير ذلك، دائما النظره السوداويه كتمشي في هذا الاتجاه. كنرجع نقول بانه ما يمكنش عاوتاني نسلموا في الناس اللي كيحميو بلادنا من اطباء ومن سلطه والى غير ذلك. لا، راه واقيلا اللقاح اللي غيدار للصفوف الاماميه ماشي هو اللقاح اللي غيدار للمواطنين. اذا جوابا على هذه الجلسه هي كاينه التوصيات ديال المنظمه الصحه العالميه، شنو كتقول؟ كتقول كيف يمكن تطوير خطه مندمجه للقاح الجماعي. اي واحد كنستدعي يمشي يقرا كتعطيك باللغه العربيه الفصحى كيقول لك كيفاش تطور هذا المخطط ولا هذه الخطه ديال المندمجه ديال التلقيح الجماعي. اللي عندنا في هذه الحاله هذه هو انه الطلب على اللقاح اكبر بكثير من العرض في العالم. دابا دول متعدده تحاول ان تكون لها لقاحات ولا تتمكن من ذلك. حنا غير نشوفوا اللي دايرين بينا والدول اللي دايره بينا وافريقيا، وراه يبان لك المغرب راه ماشي بطبيعه الحال. اذا بما انه الكميه ما كايناش كافيه، المغرب مثلا سيستورد مثلا 10 المليون من سينوفارم و10 المليون مثلا من استرازينيكا. رغم ذلك بان في المرحله الاولى عاد يكون عندنا العدد الناس اللي يمكن نلقحوهم بهذا السينوفارم غادي يكون 5 المليون. اذا 5 المليون اولا ما نقدروش نعطيوها لكلشي، اذا كلشي كيعرف هذا القدر. اذا ولات ما يسمى بالاولويات لمن يعطى اللقاح. اذا منظمه الصحه العالميه وجميع الدول في الخطه المندمجه ديالها كتبدا دائما اصحاب الرعايه الصحيه من الاطقم الطبيه والتمريضيه والصيدليه لسبب بسيط، لان هاد الناس هما اللي كيعطيو الرعايه الصحيه، هما اللي يتكلفوا باللقاح. الشيء الثاني ملي كتجد التلقيح الجماعي كيخصك واحد اللوجيستيك معينه اللي فيها التخزين والتوزيع على مناطق متعدده. اذا الناس اللي غادي يقوم من السلطه بهذه العمليه هذه التوزيع وكذلك التخزين وكذلك الناس كتنسى، راه غير باش تعمل لوائح ديال الاولويات، راه هي حتى هي في عمليه بحد ذاتها معقده. اذا الناس هادو كيديروا مثلا اللقاح. الشيء الثالث هو انه العمليه التربويه الكل يعترف بذلك، ما يمكنش توقف لسبب بسيط، لان هاد الناس التربيه مهم جدا لاسباب متعدده، اقلها ولا يمكن نتكلموا عليه هو الضغط النفسي على الاطفال ولا الشباب اللي كيجلسوا في الدار. اذا ما بغيناهمش هاد العمليه التربويه خاصها تستمر. كتجي كتبقى لنا هذيك الجرعات اللي باقا عندنا، شنو غادي نديروا بها؟ اذا هنا كنجيو 18 سنه، هذا الارقام واضحه، اقل من 18 سنه في العالم كامل أشخاص اللي توفوا ولا طوروا أعراض حرجة بالكوفيد لا تتعدى المئات ولا أقل من المئات في العالم كامل. هاد الناس هادو لسبب معين وربما عنده علاقة بالمناعة الذاتية ديالهم بما أنهم شباب لا يتعرضون إلى هاد القضية هادي ديال الأعراض الحرجة ولا أنهم يمشيوا للسبيطار. إذا هاد الناس هادو محميين، لا بغينا نقول إذا خصنا نحميو الناس معرضين للمضاعفات. اذا هنا كنجيو عاوتاني كنديروا الاولويه، كنقولوا عندنا 5 المليون و4 المليون اللي بقاتنا باش غادي نبداو. اذا كنبداو بالناس اللي عندهم مسنين فوق واحد السن، الناس اللي عندهم امراض مزمنه طبيعه الحال. والشيء الثالث حنا هابطين، اذا مثلا ديك 5 المليون وقفتنا ب 50 سنه، راه في 50 سنه في انتظار المرحله الثانيه اللي يكون فيها جرعات اكثر. اذا هذا ما يكونش استثناء، وهذا غادي يكون في المرحله الاولى هاد الناس هادو، لان لسبب بسيط الا حمينا هاد الجيل هذا، لانه حمايه ديال الجيل كيما حمينا الجيل اللي صغير حمينا هذاك الجيل اللي كبير، غنتمكنوا بانه الضغط على المنظومه الصحيه ديالنا يقل، غنقل عدد ديال الناس اللي في الانعاش وعاد يقل عدد الوفيات. اذا في المرحله الاولى الا قدرنا انه نحميو هاد الاشخاص هادو اللي هما هاد الجيل هذا، لان هو الجيل ماشي نفس الجيل كيتعرض للهجوم الكوفيد وكيعطي نفس النتائج مختلفه. اذا هاد الجيل هذا اللي حميناه هو شنو غادي يمكننا بانه الضغط على المنظومه يقل، عدد ديال الناس في الانعاش يقل، عدد ديال الناس اللي غادي يمشيو في الوفيات غادي يقل، وهذا غادي يكون ربح كبير في انتظار ان شاء الله المرحله الثانيه اللي عاوتاني غادي ناخذوا عدد اكبر ديال الناس. هنا اللي كيبين لسبب بسيط هو ان عندنا
عدد قليل وكمية قليلة ديال اللقاحات، بغينا أنه تكون عندنا نوظفوها باش في المرحلة الأولى لا تمكننا باش نقوم بهذه العملية هذه، عتبان النتائج على المنظومة الصحية ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بروفيسور، ربما كاين عاوتاني كلام اللي كيتكلم على طريقه تنقيل اللقاحات، اللقاحات او اللقاح كنعرفوا بلي هو محتاج لواحد النسبه ديال البروده اللي هي كبيره بزاف، ربما كاين مجموعه من شركات الشحن اللي وظفات وسائل اكثر تطور على هذا المستوى هذا باش يمكن لهم ينقلوا اللقاحات، ولكن بقات اسئله ديال انه ايوا راه كاينه صعوبه غير باش يخرجوا هذا اللقاح من المختبر، غير الباب ديال المختبر راه كاين مشكل، فشنا هي الصورة اللي يمكن نوضحوا في هذه الجانبات؟ حتى حنا كنا استباقيين مرة أخرى في هذه القضية هذه. إذا حنا عرفنا اللوجيستيك اللي عندنا في البلاد، إذا المغرب اختار اللقاحات اللي ما كتطلبش هذه اللوجيستيك الكبيرة، مثلا ما شريناش فايزر، ما شريناش موديرنا، لأن هذه التلقيحات هذه هذه اللقاحات تتطلب واحد الدرجة ديال التخزين، درجة الحرارة أقل من 70 درجة ولا أقل من 20 درجة. إذا حنا المغرب اختيار المغرب كان على سينوفارم اللي هو كيكم التخزين ديالو ما بين 2 و8 درجات، واسترازينيكا اللي هو كذلك ما بجوج وثمانية ديال الدرجات. اذا هذا كيعود لنفس اللقاحات اللي عندنا في المغرب، اللي الحمد لله عندنا ثقافه ديال التلقيح ديالها وكنعرفوا كيفاش نستعملوها، وجميع المستوصفات ديالنا ومراكز الصحه كيستعملوا. اذا في مقاربه استباقيه مره اخرى، المغرب فكر في اللوجيستيك اللي عند جمهورها، وهذه اللقاحات ديال سينوفار مره اخرى من المزايا ديالها هو انه اللوجيستيك اسهل بكثير من اللوجيستيك ديال اللقاحات الاخرى. نعم. بروفيسور، بالنسبه للناس اللي دوزوا كوفيد يعني خداو الادويه ديالهم ودازت المرحله، داروا تحاليلهم من بعد نيجاتيف، ولكن كونوا واحد نوعا ما كما كنقولوا لي زونتيكور، يعني مضادات اللي تكونات من بعد ما تصابوا بالفيروس، هاد الناس هادو واش هما خاصهم يديروا اللقاح؟ واش غتكون عندهم اولويه؟ واخا دابا نبسطوا المناعه. اذا المناعه يمكن لك توصل ليها بطريقتين، كاين ما يسمى بالمناعه الطبيعيه، هي من الانسان كيتصاب بالفيروس، ملي كيتصاب بالفيروس كتكون الميكانيزمات اللي كتطور ديال المناعه، اجسام مضاده، خلايا الذاكره ومجموعه، اذا هذا كيتسمى المناعه الطبيعيه. كيمكن لك دير المناعه المكتسبه، هي باللقاح، مكتسبه باللقاح، انه كنعطيو اللقاح ونفس الشيء الجسد كيطور هاد المناعه هذه. اذا كما وصلتي للمناعه راه ما عندناش مشكل، وصلتي لها بالمناعه الطبيعيه، هو اللي ما بغيناكش توصل ليها، لانه علاش؟ لسبب بسيط، لان الكثير من الاشخاص يتعرضون من خلال هذه المناعه الطبيعيه الى حاله حرجه ويطور الحاله الحرجه، ولا قدر الله كتكون الموت. بينما بغيناك دير المكتسب، علاش؟ لان اللقاح كنعرفوا الاعراض الجانبيه ديالو وتم التجريب ديالو وكنعرفوا حتى الجرعه اللي كنعطيوك، لان الناس كيتناسوا واحد القضيه، هو كيتناسوا ملي كنعطيوك اللقاح راه كنعرفوا الجرعه شحال عطيناك، عليها كنسموه المره الاولى كنعطيوها ليك، وكنذكروا من بعد 2 3 سيمانات كنذكروا الرابط اللي كيعرفها كل شيء. بينما ملي كتتعرض مباشره للفيروس راه ما كتعرفش الجرعه اللي خديتي واللي ما كتعرض ليه الا كنتي في واحد السن معينه، غير باش تكون واضح على ارقام واضحه، هو عندك 1 على 5 من الناس اللي مسنين ولا عندهم امراض مزمنه غادي يمشيو اش كيقولوا له، غالبا غادي يتوفاو فيهم شي واحد فيهم، 1 على 3 غالبا غادي يمشي للانعاش. الجانب الاخر المكتسبه، عندك اعراض جانبيه كنعرفوها وضابطينها. كيرجع داك السؤال اللي طرحتي في الاول على المدى البعيد، هذاك المدى البعيد مطروح الجانب المكتسبه ومن الطبيعيه، لانك الناس اللي كيقول لك الناس اللي دوزوا كوفيد كاينه مشاكل صحيه اللي غتظهر مستقبلا، ممكن باش تكون واضح. نعم. علاش؟ لانها انت هذا علاش كنقولوا الناس الاجراءات الاحترازيه مهمه، لان في هذه اللحظه هذه كنعرفوا بان هذا الفيروس ما كيتعرضش غير للصدر، ما كيمشيش غير الرئتين، لان ما يصيب اعضاء اخرى، ياك كيمشي الشم، الذوق، بزاف ديال كاين بزاف ديال الاخر بينات بانه كيمشي للكليتين، بزاف ديال النتائج بينات بانه كيقيس حتى المخ. اذا حنا لحد الان كنقولوا راه ما كنعرفوش شنو الاعراض على المدى البعيد، اذا علاش حنا كنفضلوا بان الناس يحميوا راسهم، هذه الوقايه الاوليه، ومن يكون اللقاح يحميوا راسهم باش كياخذوا اللقاح، لانه باش ما كيبقاوش في هذه المجازفه هذه بهذه المناعه الطبيعيه، لان هذه المناعه الطبيعيه ما كنعرفوش على المدى البعيد ماذا سيكون. نعم. اذا هنا بروفيسور عطيتيني يعني كما كنقولوا طريقين لسؤالين، اذا بالنسبه للناس اللي دوزوا كوفيد غيديروا اللقاح ولا ما غيديروش؟ ما يديروش. جميل. بالنسبه للناس اللي ما دوزوش كوفيد، يعني كما قلتي دابا الفرق ما بين الاعراض الجانبيه ديال
المرض وانت ما عارفش الجرعه اللي خديتي، والاعراض الجانبيه ديال المرض وانت عارف الجرعه اللي خديتي، غتكون كبيره. لانه كاينين الناس دابا اللي يمكن يسمعوا يقول لك وانتم قلتوا دابا الناس اللي تصابوا بكوفيد يمكن يبانوا عندهم اعراض وكذا وكذا، وعلاش انا غنمشي ندير اللقاح وممكن يبانوا عندي اعراض وانا نحمي غير راسي ونجلس الارض حتى نشوف هادشي شنو غيوقع فيه؟ اذا كنتي شوف اذا كنتي قادر تنضبط ياك، ولكن انا متفق معك تنضبط. كاين شحال تنضبط، هذيك ما يسمى بالمناعه الجماعيه، كنبقاو كيتقاس واحد بينا بشويه بشويه، ستاخذ سنين متعدده باش تجي هذه المناعه الجماعيه. حنا اللي كنقولوا المقارنه ما بين اللقاح والفيروس هو انك ملي كتقاس بالفيروس كتقاس بالفيروس وكاين المرض، بينما اللقاح غير مموه، غير يخدع الجسد، راه غير هذيك الاعراض الجانبيه راه قليله جدا لا تقارن مع اش كيقولوا لها المناعه الطبيعيه التي تكتسب من خلال الفيروس. يعني هي انت ملقح، انت ملقح راك حميتي راسك من المرض، انت مريض راك مريض. راه مريض، راه مريض. الشيء الثاني السؤال ديالك، اذا حنا كنقولوا بالنسبه للناس اللي داز فيهم المرض، اذا يمكن لا داروا التست سيرولوجيك وبان لهم لي زونتيك، راه كيتبين لهم بان ديجا عندهم واحد المناعه اللي طوروها، اذا لا يحتاجون مره اخرى الى اللقاح. بالنسبه للناس اللي ما خصهمش يلقحوا هما الناس اللي عندهم في ديك الفتره هذيك عندهم المرض، عندهم الكوفيد، هذاك لا يضطرون، لان ما يمكنش تزيد واحد الاعراض وحده اخرى، اذا ديك الساعات ما يديرش. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش يمشيو يديروا اللقاح ديالهم، لانه الا كان ديجا عندهم الاجسام مضاده من خلال المناعه الطبيعيه هذاك اللقاح ما يدير لهم والو. الا كان ما عندهمش ما عمرهم شافوا الفيروس هذاك اللقاح سيحميهم، وفي كلتا الحالتين كيكون عندنا واحد الحمايه للشخص. نعم بروفيسور، في حاله الا درنا اللقاح مثلا خدينا الجرعه الاولى ومن بعدها تصابتي بلا غريب او لا تصابتي بكوفيد او لا، لانه ما بين لقاح ولقاح مازال الجسم ما كونش المناعه ديالو، الجرعه الثانيه وقتاش يمكن تخاد، وشنو هو التطورات اللي ممكن توقع في ديك المرحلتين؟ اذا حنا هذا السؤال ديالك مهم جدا. اذا العمليه ديال التلقيح هي كتتم المره الاولى كنعطي واحد الجرعه اوليه وكتبقى ثلاثه سيمانات، وكتجي الجرعه الثانيه وتقريبا واحد ثلاثه سيمانات اربعه سيمانات خلاص كتكون الحمايه الكامله ديال الجسد لتطوير هذه المناعه الكامله. اذا في هذيك الفتره الاولى ولا سيما ما بين ديك ثلاثه سيمانات الاولى كاينه امكانيه بانه الشخص يصاب بالكوفيد، انا نهضر غير الكوفيد باش بالفيروس ديال الكوفيد. إيه هنا بطبيعه الحال كنرجعوا للحاله الاولى اللي هي المناعه الطبيعيه، اذا ما نزيدولكش جرعه واحده اخرى، انت عندك خديتي الجرعه الاولى وجاك الفيروس ونزيدك جرعه ثالثه، كنوقفوا تنشوفوا شنو وقع عندك، ومن بعد اذا كانت المناعه الطبيعيه تطورت مزيان ممتاز. هادشي هذا كامل راه عندك واحد السؤال مخبي حيت ما كتقوليش، ولكن هو سؤال، حيت هو السؤال اللي كيتطرح هو المده ديال المناعه. داك شحال ديال الوقت غادي يكون عندنا المناعه؟ اذا لحد الان كنت جايه لهذا السؤال لانه تطرح بزاف، واش غادي الجرعه غير مره في العمر ولا خاصني كل ساعه نديرها؟ هذا هو السؤال المهم، وهذا السؤال جوهري ومن حق الناس يسولوا هذا. علاش هذا السؤال هذا مهم؟ لانه غير حنا عندنا واحد الرغبه شديده بغينا نرجعوا للايام العاديه ديالنا ياك، وبغينا كنشوف حنا الناس نساو بان هذه عام ما عمرنا كنا دخلنا نديروا هذا الحوار هذا، لان الكوفيد ما كناش كنهضروا عليه، لان تخيرنا تماما. وديك الرغبه الشديده عندنا باش نرجعوا للايام العاديه، حتى ديك الاسئله العلميه صعيبه اللي حتى الباحثين ما قدروش يجاوبوا عليها ولا كيطرحوها الناس بحقهم. علاش ما يمكنناش نجاوبوا على هذا السؤال هذا؟ لانه ما عندناش الوقت الكافي وما عندناش كما كيتسمى بالفرنسا ولو ريكول باش نعرفوا شحال ديال الوقت حتاخذ هذه المناعه اللي عندنا. وكانت واحد البحث اللي خرج في 12 نوفمبر هذا هو اللي دار انه خدا الناس اللي تصابوا بالفيروس مناعه طبيعيه ابتداء من شهر فبراير وتبعوهم 8 شهور، هما متبعينهم وشنو كياخذوا كيشوفوا 38 مؤشر ديال المناعه باش يشوفوا واش المناعه باقا عندهم ولا لا. اللي تبين وهذا كان واحد العمل جيد جدا هو انه على الاقل هاد الناس اللي تصابوا المره الاولى احتفظوا بالمناعه 8 شهور على الاقل. هذا شيء جميل جدا. بالنسبه للقاحات كل شيء عادي تفهم، اللقاحات اللي تجربات غير 3 شهور عندنا دابا، عندنا غير الوقت الكافي ديال 3 شهور ما يمكنش نقولوا اكثر. اذا في هذا الوقت ديال 3 شهور جميع الاشخاص الذين داروا اللقاحات ديالهم طوروا واحد المناعه مكتسبه باجسام مضاده كبيره ب خلايا ديال الذاكره موجوده. والشيء الثالث، لم يكن هناك فرق ما بين الناس المسنين والناس الصغار.
الناس المسنين حتى هما اللي باغيين نحميوهم في الاخر، هذا باش نذكروا ليه حتى هما طوروا نفس هذا واحد العمل اللي ديال استرازينيكا اللي تصدر غير في 19 نوفمبر. اذا الجواب ما كنعرفوش على عام، ولكن كنعرفوا في المده اللي قضيناها مع الفيروس ان المناعه الطبيعيه على الاقل 8 شهور ديال الناس اللي مات. كاين الناس اللي قراوا هذاك البحث وقالوا قلبوها، قالوا المناعه لا تكون الا لمده 8 اشهر. لا، هو اللي قراوا الخلاصه في هذاك البحث، واللي هو علاش كنقول هذا من الناحيه العلميه، راه خصو يكون عندك الادوات باش تقرا بحث علمي مكتوب بلغه انجليزيه. وهذا هو كيقول في هذيك المده اللي راقبنا المناعه تبين لنا ان هذه المناعه على الاقل ستكون لثمان سنوات. النقطه الثانيه اللي مهمه جدا، 8 اشهر 8 اشهر، ولكن هنا انا جايك لثمان سنوات 8 اشهر. الا ان هذه العائله، هذه العائله ديال الكورونا فيروس هي عائله مستقره جينيا، ما كايناش فيها بزاف ديال الطفرات، وهذا بينا حنايا في المغرب بعمل الاعمال ديال المختبر ديالنا وديال المختبر ديال المغرب واعمال دوليه بانه مستقر. اذا ملي كيكون عندك واحد الجينوم مستقر ما كاين فيه واحد التنوع جيني، غالبا كتكون هذوك اللقاحات تكون لمده طويله. نعم بروفيسور، ربما يعني حنا للاسف الى جينا نتكلموا يعني على لا غريب الموسميه اللي كتوقع كل عام، وربما جمله من الاطباء اللي كيتبعوا الناس على بعض الامراض المزمنه بحال الضغط الدموي بحال السكري كينصحوا باش انهم يديروا الفاكسان ديال لا غريب كل عام. غير هذا الفاكسان، هادي كاين الناس اللي كيقول لك لا ندير الفاكسان، كاين اللي كيقول لا هذا الفاكسان راه يمكن تقتلني ما نديرهاش، لا الفاكسان فيها مشاكل، لا الفاكسان ممكن يعني. ولكن جل الاطباء المتخصصين كينصحوا الناس اللي عندهم امراض مزمنه انهم يديروا الفاكسان ديال لاغريب، كينصحوا الناس انهم يديروا الفاكسان ديال لاغريب باش حتى لاجات لاغريب كتجي باعراض اللي هي قليله. حاولت انني نبحث شي شويه بحكم اننا عشنا هذه الرحله مع كوفيد، ولقيت بلي منظمه الصحه العالميه تقريبا حتى نفس التصور لاغريب العاديه هو الكوفيد. يعني حتى الا كانت فيك لاغريب عاديه خصك تغسل يديك، خصك تبعد على الناس، خصك دير البافيت، خصك يعني نفس تقريبا التفسيرات، الى جانب انه هاد لاغريب العاديه الموسميه كتقدر تؤدي الوفيات. يعني كاين عدد كبير الناس اللي كتوفى بسبب لاغريب العاديه. الى جانب ذلك ايضا كاين الفاكسان، علاش؟ باش كتقلل من الـ يعني الحده ديال لاغريب اللي يمكن يتصاب بها الانسان بشكل موسمي خلال كل عام، واللي تنعرفوا انها كتبدا ما بين الخريف والشتاء باش الناس هكذا كتحمي راسها. واش بالنسبه لكم بروفيسور يمكن تكون فرضيه لانه نعيشوا نفس التقنيه مع اللقاح ديال كوفيد؟ هو من ناحيه علميه كل فرضيات موجوده، مادام ما عندناش اثباتات ودليل ما يمكنش نقول، ولكن اللي عندنا الدليل هو المقاربه بين العائلتين، العائله ديال الانفلونزا والعائله ديال الفيروس التاجيه ولا ما يسمى بالكورونا فيروس، انهم عندهم فرق كبير هو في التنوع الجيني ديالهم. نشرحوا للناس كيفاش كيتطور اللقاح ديال الانفلونزا. اللقاح ديال الانفلونزا كتجي هذا الموسم، هذا كنشوفوا شحال دازو ديال السلالات ديال الانفلونزا، ومني كيجي شهر فبراير كتجي منظمه الصحه العالميه وكتقول شوف حنا بناء على ما رايناه هذا العام الانفلونزا وهي تتغير كل مره، نظن بان اربعه السلالات بحال هذا العام، هذا ان اربعه السلالات اللي عادي تكون كاينه وخص اللقاحات ضدها تطور ابتداء من شهر فبراير ديال العام اللي فات كتبدا. اذا كيبدا تطور الاخر، بينما مقارنه مع هذا الفيروس هذا ولا الفيروسات ديال التاجيه هي الطفرات اللي فيها قليله جدا. لو بغيت نعطيك مثال، نعطيك مثال مثلا الكوف ان الذي كان في الصين في 2003، والمارس الذي كان في العربيه السعوديه في 2012، والكوف 2 اللي موجود الان، والفيروس ديال الوطواط يتشابهون بدقه 99%، يتطابقون تماما. إذا التنوع ديالهم قليل جدا، والأبحاث اللي عملنا حنايا على أكثر من 35,000 جينوم في العالم تبين بأنه هاد الفيروسات عندها واحد الاستقرار جيني، وهذا شيء مهم لأنه يبين ربما لن نحتاج لذلك. ولكن فرضا جدلا كما كيقولوا أنه حنا في الوضعية ديال الفيروس ديال الإنفلونزا، ماشي مشكل، حيت حنا شنو بغينا؟ بغينا نخرجوا من عنق الزجاجة الآن، لان كاين جيل جديد من اللقاحات اللي جاي. حنا دابا في الجيل الاول،
حنا بغينا في هذا الجيل الاول هو نحمي مجموعه ديال الناس باش نخرجوا من هذا عنق الزجاجه، ولكن غالبا ان شاء الله في شهر يونيو عاد تكون 50 ولا اكثر مئات لقاح اللي موجوده بكميات كبيره. ديك الساعات كيمكن نختاروا ديك الساعات عاد نبقى حنا نتشرطوا، نقول حنا بغينا اللقاح اللي ما يكونش فيه اعراض جانبيه بتاتا، ونقولوا هذا اللقاح هذا يعطينا مناعه ديال عام ولا عامين وثلاث سنين. اذا كيتطور، الناس كتنسى بان اللقاحات تتطور مع الوقت. البوليو راه ما كانش اللقاح الاول هو اللي كنستعملوه دابا، راه كيتطور. اذا حنا في مرحله الازمه شنو عندنا؟ عندنا اللقاح المتواجد الان باقل الاضرار الممكنه بالفعاليه الكبيره، وبانه ما يكونش فيه اي ضرر ويكون بجوده ممتازه. هذا هو اللي يمكننا باش نخرجوا من عنق الزجاجه، ومن بعد ستكون هناك تطورات تقنيه الحمد لله موجوده جدا. اذا غير باش المقارنه اللي كنعملوا كثيرا بين الانفلونزا وبين الكوفيد، خصنا يكون هذه في راسنا بانهم ليست نفس العائله، وبان التنوع الجيني ديالهم مختلف تماما. علاش عندنا ذاك استراتيجيه ديال اش كيقولوا بالنسبه للانفلونزا؟ ولا قدر الله حنا نمشيو جدلا فرضا بانه احتاجنا كل عام نديروا اللقاح ديال هاد الكوفيد، شنو غادي يوقع؟ بصراحه شنو غادي يوقع؟ حنا كاين الناس اللي عندهم امراض مزمنه غير كنتناساو، حنا غير كنتناساو. حنا في الطموح ديالنا الى العوده الى الحياه المثاليه، كاين الناس اللي كيشربوا الدواء كل نهار، كاين الناس عندهم امراض مزمنه كيفيق الصباح خصو يشربها، كاين الناس اللي كيدير التشخيص ديالو ديال الانسولين كل صباح عاد يضرب هو الراسو الانسولين هذا. اذا انت الى جاتك لا قدر الله لانه درناه اضطرينا ان نعاودوه كل عام، عاد يرجع بحال اللي كنعملوه الانفلونزا، ماشي شي حاجه كبيره. بروفيسور، الناس اللي كيديروا الفاكسان ديال الانفلونزا لاحظنا بانه هذه السنه يعني كانت عرفت واحد التاخير نظرا لانه الفاكسان تطورات حسب التصريح ديال بعض الاطباء من الفاكسان، عرفت واحد التطور، وهذا الشيء اللي ساهم في ارتفاع الثمن ديالها، وايضا ساهم في انها تكون شي شويه معطله على الموسم. ولكن للاسف القراءات اللي كيديروا الناس دائما انها قراءات عكسيه، وعلاش كياخذوا الفوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، وعلاش كياخذوا الرقم الهاتفي ديال الشخص، وربما عندها تبعيات وعندها علاقه بكوفيد الى غير ذلك. فمن هذا الجانب نوضحوا الصوره، من جانب اخر الناس اللي داروا هذا الفاكسان واش يمكن لهم يديروا الفاكسان ديال كوفيد ولا لا؟ اذا هنا عاد يرجع بالشرح العلمي، هو انه الكثير يتناسب بانه في الجسد ديالنا يتعايش الفيروسات والبكتيريا الكثير مئات منهم كل يوم. اذا اللقاح نفس الشيء، بما ان هذاك المموه اللي كناخذوه يمكن ان يتعايش مموهان ولا ثلاثه ولا اربعه، اذا ما كاين حتى علاقه الا خدينا اللقاح ديالنا ديال الانفلونزا لا معناها باش ناخذ ديال الكوفيد. الشيء الثاني خصو يعرفوه الناس، كاين واحد القضيه اللي مهمه، هو ان المناعه الخاصه التي تعطى بلقاح معين ضد مرض سبب ممرض ترفع من المناعه العامه. اذا غالبا الناس اللي خداو اللقاح مثلا ضد الانفلونزا المناعه العامه ديالهم طلعت، وربما تساعدهم كذلك على محاربه الكوفيد. اذا هنا كاين واحد الحسنات كثيره ديال اخذ الانفلونزا. اما بالنسبه للاثمنه وهذا شيء عرفتي هو ديما في الاخر القضيه ديال العرض والطلب، ملي كتكون شي حاجه قليله كلشي كيتهافت عليها، ملي كتكون شي حاجه بزاف الناس ما كيمشيوش ليها. مي هو الحمد لله انا كان عند اخر مره كنت مشيت زعما الاغلبيه ديال الصيدليات فيهم اللقاح واستعملوا من الناس، وحنا في العائله ديالنا كلشي استعملوا. اذا غير باش الناس نوضحوا لهم بان استعملوا جميع الاشخاص، وكنظن مهم انه الناس يستعملوه لسبب بسيط كما قلت يا استاذه، كاين الناس اللي كيموتوا بالانفلونزا. واكيد يعني بروفيسور تبارك الله عليك، جمله الاسئله ربما كلها اللي تؤرق البال ديال الناس كانت الاجابه عليها بمنطق اللي هو معقول. اكيد انه سنعرفوا جميع بانه حياتنا راه توقفات لمده سنه، الاقتصاد ايضا تضرر بشكل كبير، فئات اجتماعيه اللي تضررت بشكل كبير، وكيف ما تيقول يعني كيقولوا الناس العموم اللي عنده واللي ما عندوش تقصح خلال هذه المرحله. هذه مساله اللي ماشي سهله، والوقع ديال الوضع اللي حنا فيه كيطلب منا انه تكون واحد السرعه في اتخاذ قرارات حاسمه، وربما هذا الشيء اللي بين يعني السرعه باش تخاد القرار واللي تدرس بطبيعه الحال، لانه اكيد الفاكسان يعني تم اختيار الفاكسان الامن اللي يمكن انه يتعطى للمغاربه واللي الاعراض الجانبيه ديالو خاصها تكون قليله بزاف. فهذه الجهه هذه استاذ بغيت نرجع ليها، الاعراض الجانبيه المتعارف عليه انه اي حاجه في الدنيا كناخذوها عندها اعراض جانبيه،
مثلا عندي ضغط دموي كناخذ دواء معين، مع الوقت كتبان اعراض جانبيه، كيتضرر ربما كيتضرر عروق القلب، كيتضرر مجموعه من الاعضاء الجسميه. ايضا السكري، الناس اللي عندهم سكري واخا تيراقبوا واخا تيديروا مع الادويه كتضرر المعده، احيانا كيتضرروا بعض الاعضاء من القبيل الكلاوي، العينين، دائما كتكون واحد المراقبه وواحد المتابعه مع الطبيب. ايضا الناس اللي ربما كيعانيوا من الاكتئاب او اللي كيعانيوا من ستريس، الادويه اللي تياخذوا دائما كتجرنا الاعراض الجانبيه مستقبلا اللي كترجع على الصحه. وتنعرفوا باننا احنا غادي نكبروا وبالتالي الصحه ديالنا من الطبيعي انها غادا كتراجع، فتنحاولوا ما امكن اننا نحافظوا على الامانه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى الى ابعد حد ممكن باتخاذ جميع الاجراءات الاحترازيه الصحيه. اذا في هذا الجانب ديال الاعراض الجانبيه، احنا كوفيد كنعرفوا بان كان عنده اشعاع عالمي، كان تخوف كبير في العالم، كانت مفاجأة، كان فيروس اللي ما عارفينوش، ما عارفينش كيفاش غيتطور، وقف الدنيا. يعني لا بغينا نقولوا البروباغندا اللي دارت على كوفيد خلت الناس ديما عندهم خوف، كأنه بانت لنا الأعراض الجانبية غير في هذا اللقاح هو اللي غادي يدير لنا مشاكل في صحتنا، هو اللي غادي يخلق مشاكل حقيقية في الجسم، يمكن يقتل الناس، يمكن يدير مجموعة من الأمور. وحتى أنه بعد الفيديوهات في مجموعة ديال التطبيقات كان فيها واحد النوع من البسط، ولا راه اول جرعه بدات شي حركات معينه شي طريقه معينه. نحطوا قراءه في هذا الجانب الا سمحتي يا بروفيس. وانا بالضبط انا كما هذه التوطئه ديالك مهمه جدا. علاش؟ لانه عودوا لي التسميه ديال الفارماكولوجيا اللي بغينا نسميوها، هو العلم الذي يؤطر تطوير اللقاحات وتطوير الادويه، هو واحد الوقيته كيتسمى علم السموم. علاش علم السموم؟ لانه هذاك اي مركب كناخذوه اللي هو كناخذوه بواحد الكميه معينه بواحد الجرعه معينه يؤدي الى اعراض اما ايجابيه اللي كنسميوها الفعاليه وما ذلك، ولا كيؤدي الى اعراض جانبيه اللي تسمى زعما سلبيه. اذا هذا شيء مفروغ منه. اذا خديتي شي حاجه اي دواء، ملي كتاخذ ديك الورقه ديال الارشادات راه باين كيقول لك هذا الدواء لاش صالح، هذا المركب يؤدي الى هذا هذا هذا، ولكن الاعراض الجانبيه ننتظر هذا هذا هذا. اذا هذا لخديتي هذيك الورقه راه هذيك هي المنظومه ديال الترخيص اللي كيمر منها الدواء. حيت الدواء ملي كنبغيو نرخصوا ليه شنو كنقولوا؟ بحال اللي قلتي قبيله، اعطيني الضمانه بانه ما يضرنيش، اعطيني الضمانه بانه يكون ناجع لان ما نقدرش ناخذ دواء اللي ما يصلح لوالو، واعطيني بان هاد الدواء اللي كناخذو راه نفس الدواء اللي خديته اليوم، ماشي شريت هاد الشهر هاد الباكيه ومشي نشري باكيه اخرى يكون دواء واحد اخر. اذا هذيك الجوده خاصها تكون دائما. اذا هذه المنظومه هذه لحد الان دائما في العالم كامل متفق عليها، اللي كتمر منها جميع الادويه وجميع اللقاحات، باش من الاخر ملي كنعطيو الترخيص ياك كنكون عندنا هاد الضمانات هذه كلها موجوده. اذا هاد الضمانات هذه ما موجوداش غير في اللقاح ديال سينوفارم. انا متيقن بان جميع اللقاحات اللي تصل المراحل وتعطى التراخيص من اي دوله كانت ستكون لها هاد الثلاث، هاد المقدسات الثلاث اللي هي ما يسمى الامان والسلامه، اللي هي الجوده، هي الفعاليه والنجاعه، والشيء الثالث اللي هي الجوده. هذا شيء مفروغ منه، عادي يكون في جميع الدول. الناس اللي كتنسى عاد كتجي المرحله الرابعه اللي بزاف اللي هي اليقظه الدوائيه. اليقظه الدوائيه كتقول هذاك السؤال اللي كيطرحوه الناس، ودابا مزيان عرفتوه من عام، اش عادي وقع من دابا 8 سنين ولا من 10 سنين؟ شنو كدير اليقظه الدوائيه؟ كتتبع اي دواء خرج الى السوق، كتقول هذه الاعراض الجانبيه ديالو الا كانت تبارك الله، ولكن الا بان اي اعراض جانبيه اخرى خصكم تقولوها لنا باش حنا كنشوفوها، ولا قدرنا نفسروها تبارك الله ما قدرناش نفسروها كنوقفوا حتى الدواء. وهذا ما يتبين خلال بعض الحالات يتم انه سحب بعض الادويه من الصيدله، لانه تبين بعد سنوات من استعمالها بانها اعراض جانبيه ديالها اخطر بكثير من الفعاليه والنجاعه ديالها ضد المرض. وكاين ربما يعني في هذه المساله بروفيسور بعض الادويه اللي استعملناها يعني في مرحله من المراحل، ومن بعد خرجوا يعني بلاغات كيقولوا بان هذاك الدواء ما صالحش وكيؤدي لمشاكل جانبيه، وتحبسنا الدواء ما بقيناش كنستعملوه. ما بغاش نذكر السميه ديال واحد الدواء معين، ولكن انا دواء شخصيا اللي سبق واستعملته ومن بعد تحبس وعرفت الاسباب وعرفت انه عنده اعراض خطيره وكيقدر يؤدي لسكتات القلبيه كاع. في هذا الاتجاه يعني بروفيسور، حتى لين بقى رحلتنا غدا مع كوفيد على المستوى العلمي؟ حنا عارفين بان كوفيد واحد المرض اللي خرج واللي غيستمر معنا، يعني هو ما غاديش يحيد، هو غيبقى معنا
غنتعايشوا معاه، غنلقاو ليه الحل، ولكن هذه الرحله بهذا الشكل هذا، بهذا الخوف، بالبافيت، بغسل يديك، ما تقربش للناس الى كذا، علميا حتى لين مازال غادي. واولا غير باش نوضحوا، اذا هذيك الاجراءات الاحترازيه اللي ذكرتي عليها هذيك مهمه جدا في هذه المرحله اللي كنعيشوها الان، وهذه المرحله اللي مجايه ديال التطعيم الجماعي ولا اللقاح الجماعي. اذا خصنا نكون متاكدين بان الحل الوحيد والوسيله الوحيده الناجعه لحد الان في مواجهه الفيروس هو اربعه الاشياء. انا زدت وحده، الشيء الاولاني هو حمل الكمامه في حاله عدم وجود مسافه الامان ديال التباعد الجسدي، والشيء الثالث هو التعقيم ولا سيما ديال اليدين، والشيء الرابع اللي كثير من الغاربه وتناسوه، ولكن انا كنعطي الفرد الحق الراسي نكون عمودي ونهضر من الفوق، هو التجمعات. حرام علينا التجمعات، حرام علينا انه الناس باقا كتفكر دير العراسات ودير السبوعات في هذا الوقت هذا، واللي انها كتؤدي في الاخر الى وفاه كثير من الاشخاص. اصعب الادهى والامر هو التجمعات ديال العزاء، وهذا كل شيء يعرف، كله يعرف ذلك. نقش في اللجنه العلميه وتبين بان كثير من هذاك اللقاءات ديال العزاء ادت الى بؤر عائليه وادت الى وفاه كثير من الاشخاص. اذا حنا هضر بعض الاشياء مهمه عندنا ونعطيو الكرونولوجي، حنا ما كنتخباش. الكرونولوجيا هو انه كنتمناو بان الثلاث شهور هذه يتم فيها من خلال هذه الاجراءات الاحترازيه والتطعيم نتمكنوا نحميو واحد المجموعه ديال الاشخاص، ربما واحد النسبه معينه للناس اللي في وضعيه هشه، هذوك نحميوهم. غتبقى من الان غادي تجي من بعد ذلك واحد التلقيحات ولا ملايين الجرعات، غادي ندوزوا للناس اللي تحت مثلا من 50 سنه، على امل ان شاء الله في شهر يونيو يكون الجرعات الكافيه للجميع باش انه نلقحوا ديك الساعات الناس اللي بغاو كلهم، وربما نمروا ديك الساعات من التلقيح الجماعي للتلقيح الفردي ولا الشخصي للانسان يمشي يلقح راسه، لان غادي يكون ديك الساعات الامكانيه ديال اللقاح. اذا انا كنشوف بانه هاد من هنا شهر يونيو ان شاء الله الى تمت الامور كما نتمنى، ربما يكون عندنا واحد الصيف ان شاء الله نتلاقاو الناس ونجتمعوا مع الناس ونديروا زكاه الاشياء. الا ان السؤال ديالك مبطن بسؤال اخر، هو واش عادي يبقى الكوفيد معنا؟ عادي يبقى لسبب بسيط، لان النجاعه والفعاليه ديال هاد اللقاحات فيها واحد النسبه ديال الناس لاسباب شخصيه ما عندهاش استجابه للقاح. اذا هذوك الناس كيخصنا العلم علاش كاين واحد الصراع كبير من اجل وجود علاج، باش هادوك الناس اللي ما يقدروش يستافدوا من اللقاح نجبروا لهم علاج، باش حتى هما اذا مرضوا مثلا انهم يجوا امكانيه اللقاح العلاج. لان المشكل الكبير اللي عندنا اليوم هو ما كايناش العلاج، هذه الصراحه الحقيقه، انه الناس ملي كتمرض عندنا مجموعه ديال الادويه ولا شي حاجه اللي كتساعدنا، ولكن ما كاينش العلاج 100% ما عدا ما يطور الآن اللي هو باهظ الثمن في الولايات المتحدة الأمريكية، هو ما يسمى بالعلاج المناعي باستعمال الأجسام المضادة، ولكن هذاك باقي في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يطور خارج هذه البلدان. إذا كيبقى لنا الحلول، يعني بالنسبه لك بروفيسور، حنا الان عندنا بروتوكول علاجي، ولكن خاصنا دواء اللي غيخرج دواء ديال كيف ما كيجيك لا غريب تمشي تاخذ دواء ديال لا غريب، يجيك كوفيد تمشي تاخذ دواء ديال كوفيد. مثلا حنا عندنا اللي كنعرفوا الاش ان ان ان، دابا ملي كاين الاش ان 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 كلش كيعقل عليه، دابا الطاميفلو كيستعمل، الطاميفلو يستعمل وكيمنع بان هذاك الفيروس التكاثر ديال الفيروس وكيقضي عليه وكيتسمى علاج. حنا لحد الان ما كاينش هذاك العلاج اللي كيدير 100%، بينما هو بروتوكول من الادويه يمكن من ذلك لكل حاله معينه. إذن هذا اللي بغينا، احنا كنتمنى بانه ابتداء من شهر يونيو ان شاء الله عادي بدا هذه العمليه، بانه الاعداد ديال الاشخاص عادي يكون عندهم واحد اللقاح معين، العدد ديال الاشخاص عادي يكون طوروا واحد المناعه ونوصلوا واحد النسبه ديال 50% ولا 60% ان شاء الله، اللي تمكننا ديك الساعات باش نقولوا بدينا مرحله التطويق ديال الفيروس. لان علاش هذاك 18 سنه ما كهضروش عليهم؟ لان هذوك نورمالمون ما عندناش مشكل معاهم. اذا الى وصلنا لهذا العدد هذا عادي بدا عندنا الامر، ولكن هو العام المقبل ان شاء الله عادي يكون الفتره الاولى الحرجه فيه هي الثلاث اشهر الاولى عادي تكون حرجه جدا. لهذا انا اناشد وانادي زعما جميع الاشخاص الالتزام بحمل الكمامه والتباعد الجسدي، ورغم تبخيصنا لها ورغم يعني الاخر، راه هي الحاجه الوحيده اللي مثبوته علميا انها تمنع من تفشي الفيروس ياك بشيء 100%، لانه حمل الكمامه كاين امثله متعدده يمكن نعطيوها للجمهور العريض يستفد منها، ولكن مثلا بؤره ما وقعت مثلا في المغرب، في المغرب كان وقعت بؤره انه مدرسه ديال السياقه، هادوك لي مونيتور اللي كنسميوهم مرض، ملي مرض يعني جميع الاشخاص اللي يركبوا معاه مرضوا، الا الاشخاص
الذين كانوا يحملون الكمامة وعندهم تباعد جسدي ويعملون التحقيق، لم تقع لهم أي شيء. هذه تجربة شخصية، وكنعرف الأشخاص وكنعرف الناس. نعطي مثال واحد آخر حتى الناس باش يتأكدوا منه. هو كاينة في ولاية نيويورك جوج الحلاقة، جوج الحلاقة، حنا باش نضربوا بلا، جوج الحلاقة أنهم جوج منهم تصابوا بالكوفيد، ولكن بالتزامهم بحمل الكمامة والزبناء ديالهم كيلتزموا بالكمامة. شحال تقولي كان عندهم 135 مخالط، شحال تقول مرض منهم؟ ما نقدرش نحط لي ما نقدرش نحط توقع. صفر صفر جميل صفر جميل صفر. إذا هنا غير كنعطيو هذه الأمثلة، هي ماشي علمية محضة ولكن غير أمثلة تبسيطية كتقول بأن رغم هذه البساطة ديال هذه الإجراءات الاحترازية راه هي مهمة جدا وخصنا نلتزموا بها. إحنا اللي كنقول ديما إحنا على مرمى حجر ولا قربنا لخط الوصول، كنعرف بأنه في الأول إحنا كنا حسبنا غير 100 متر غادي يجروا بالزربه، غادي يديروا ديك الحجر وصافي انتهى الامر، لان تبين بانه ماراثون، والماراثون خصك الجهد ديالك توزعه. والان علاش كنعطي هذه الكرونولوجيا؟ باش حتى الناس يعاودوا النيه ديالهم وهذاك الجهد اللي باقي لهم يجزئوه على هذه القضيه. هذه عندنا 3 شهور صعيبه، هذه تكون ديال عام 2021 ان شاء الله، ومن بعد مارس ان شاء الله هذه المسائل كتحسن ان شاء الله، وشهر يونيو ان شاء الله غادي تكون هناك كثير من اللقاحات اللي تتواجد، وغتكون امكانيه بان الجميع يمكن يلقح ونبداو نرجعوا لديك الحياه ديالنا. الا السؤال الفلسفي، ماذا تعني الحياه بعد الكوفيد، الحياه الطبيعيه بعد الكوفيد؟ هذا سؤال اخر. بصراحه راه خاصنا كنا كل عودنا حساباتنا واسئله عريضه اللي غتطرح في النقاش هذا طبيعه الحال. بروفيسور ما سخيناش بك، لانه النقاش معك كان مثمر جدا. شكرا لك على هذه المعلومات البسيطه بكلماتها ولكن العميقه بالمحتوى ديالها. شنو هي الرساله المباشره اللي تبغي توجهها بروفيسور من خلال لقائنا اليوم؟ والاولا هضرنا على الفلسفه، نكمل غير شويه الفلسفه. يسالني الكثيرون ماذا استفدت ولا تعلمت من الكوفيد، انا كنقول حاجه واحده، هو ضعف الانسان. ضعف الانسان هو كثير من الاحيان كيحسب لنا باننا سوبرمانات، ولكن هو فيروس صغير لا يرى وما عندوش، لا يستطيع العيش لوحده هذا الفيروس هذا، لانه جرثومه لا تستطيع العيش، واذهلتنا جميعا واذهلت العمل وكبلتنا جميعا وغيرت الكثير من الاشياء في حياتنا. وهذا الضعف هذا يؤدي الى شيء آخر، هو التواضع، أنه يجب أن نتواضع كثيرا، لأنه هذا التواضع يمكننا من معرفة حدودنا وما يمكن أن نقوم به وأن لا نقوم به. وكيرجع الكلمة اللي قلتي، الأولويات ديالنا، وهذا سنسطرها. ندائي هو أنه هو على بعد هاد الأسابيع كنقول، وإن شاء الله عما قريب سيبدأ هذا اللقاح الجماعي، ما بغينا نفقد حتى واحد. لا أريد أن أفقد جدي، ولا أريد أن أفقد أمي ولا أبي، وكنتمنى أن الجميع لا يريد أن يفقد أحدا من أحبته، وكنتمنى بأنه بهذه الإجراءات الاحترازية البسيطة وبهالجرعات الأمل اللي عطينا الآن في انتظار جرعات اللقاح إن شاء الله، أنه كلنا نلتزم بهذه الإجراءات هذه باش نوصل يد في اليد. ولو وصلنا وخرجنا كلنا بهذه النتائج اللي عندنا الآن، جميل جدا، كنشوف بأن المغرب سيكون بلد جميلا جدا جدا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك بروفيسور عز الدين الابراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبيه بكليه الطب والصيدله بالرباط، وعضو اللجنه العلميه الوطنيه كوفيد 19. شكرا لك على قبولكم الدعوه وعلى كل هذه المعلومات اللي قربتينا منها. الله يخليك، بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا. ختاما مشاهدينا الكرام، كنبغي نقول باللي اليوم احنا امام واجب وطني، واجب انساني. احنا واجهنا واحد المرض اللي كان شرس في مواجهنا رغم جبنه في الحقيقه، لانه كيف ما سبق في السر البروفيسور، فيروس اللي ما يمكنش اننا نشوفه بعينينا وما يمكنش حتى انه يعيش بوحده، ولكن قدر انه يوقفنا وقدر انه يخنقنا. اليوم احنا في مواجهته بشكل او باخر، وحنا مطالبين اننا نحميو بعضياتنا ونحميو احبابنا ونحميو الناس اللي قرب منا. كنظن بانه حتى واحد فينا ما يقدر يعيش بتانيب الضمير الا تسبب في الوفاة ديال شي شخص عزيز عليه او قريب منه، وهادشي سبق وقلناه مرات ومرات. الفيروس يمكن يصيبني وتكون المناعه ديالي قويه، ولكن عادي واحد اخر اللي المناعه ديالو اضعف، وغيكون الشعور بالذنب تجاه داك الشخص اقوى بكثير من الاصابه بالفيروس، وغيستمر معك طيله الحياه. اذا اليوم واجبنا الانساني، واجبنا الوطني، اننا نتخلصوا من الشائعات اللي يمكن انها تكون في بالنا. لا بغاو يجربوا فينا، لا بغاو يقتلونا، لا هذا الشيء ما يمكنش يكون، لا ما غنديرش هذا اللقاح، لا كذا لا كذا لا كذا. هذا الكلام كله فارغ، لانه اليوم سمعنا
النقاش العلمي الواضح واللي كيفسر حتى اللي يمكن يدينا هذا اللقاح. اليوم احنا ما في ديناش اننا نقولوا لا بلاتي حتى نشوفوا واش نديروا ولا ما نديروش. اليوم كيف ما قال البروفيسور خاصنا نخرجوا من عنق الزجاجه، خاصنا نرجعوا لحياتنا، لانه بزاف الناس اللي وقفات حياتهم وما عندناش شي حل اخر من غير اننا نديروا اللقاح ديالنا. اليوم من خلال برنامج الواقع هذا انا كمواطنه مغربيه، كاعلاميه مغربيه، كنعلن بانني عندي رغبه في انني ندير اللقاح، وكنتسنى الدور ديالي باش ندير اللقاح، وكنتسنى الدور ديالي باش نادي هذا الواجب الوطني كيف ما بغات تكون النتيجه من بعد وكيف ما كانت التاثيرات الجانبيه، لانه ما بقيتش قادره نشوف الناس اللي واقفه حياتهم بسبب كوفيد، الناس اللي كيموتوا كل نهار بسبب كوفيد، والناس اللي ما لاقينش ما ياكلوا بسبب كوفيد. اذا كلنا اليد في اليد كيف ما تضمننا النهار الاول وبينا على الروح الوطنيه، اليوم نتضمنوا من جديد ونبينوا على الروح الوطنيه تصدي لهذا الفيروس، فاننا نعطيو جرعه امل للناس الاخرين اللي محتاجينها. كنبغي نشكركم جزيل الشكر على حسن الاصغاء والمتابعه، كنبغي نشكر هشام ابو زروال اللي رافقنا اليوم في الاخراج. دمتم في رعايه الله وفينا الكرام، ونلتقي الاسبوع المقبل في نقاش جديد في موضوع جديد، والواقع هو هذا.